واحنا بنتفرج على التقرير ده، يمكن ما اعرفش محمد وكابتن بحيري، بس مهيب كان بيقول انا اول مره اشوف اللحظات ديت، لحظات التتويج والفوز، وان انتوا يمكن حققتوا فعلا فوز صعب زي ما كنا بنقول في الانترو على غريم يمكن عنيد جدا لحد اخر لحظه. قبليكوا كان يعني الماتش اللي قبليه على طول كان فيه مشاكل كتيره جدا، كان هيثم السعيد هنا يعني كلنا كنا على اعصابنا. بس كلمني من هنبدا من الاخر، كلمني عن اللحظات دي اللي جت في التقرير يا مهيب. والله هو الماتش زي ما حضرتك قلتي فعلا، هو الماتش كان صعب بكل الظروف، ان احنا مش كاملين. كنا قبل الماتش كان بلغونا ان في 5 حالات كورونا غير اللي موجودين، ما كناش عارفين هم مين. فكان قبل الماتش لحد الساعه 6:30، ماتش الساعه 8:30، لا ما ده فلان عنده وغالبا لا مش عارف مين، لحد ما الساعه 6:30 اتبلغنا خلاص ما فيش حالات وهنلعب. الماتش طبعا زي ما السيناريو يعني كان متشاف، لا يعني احنا كنا خسرانين معظم فترات الماتش، وبعدين قدرنا لحد اخر 5 دقائق قدرنا نعوض الحمد لله وناخد الليد في الاخر وكسبنا. يعني كان ماتش، لا ماتش كان صعب فعلا. كلمني عن اللحظات دي، يعني. كلمني عن اللحظات دي. انا دي اول مره اشوفها بقى يعني. لا ما بس وانا بتفرج على التقرير دلوقتي، لا ده ايه ده، احنا كنا مبسوطين بقى قوي، ما كناش حاسين بقى باي حاجه خالص. ما رجعتش اتفرجت على نفسك قلت طب انا تابع الماتش اشوف انا عملت ايه الدنيا؟ انا اهم حاجه ان احنا كسبنا صح. بس وبعدين بقى الاحتفالات بعد الماتش، الناس كلها مبسوطه. يعني الناس كان بيقولوا البطوله صعبه وان احنا ممكن ما ناخدهاش بظل الظروف اللي كانت موجوده، لكن الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله وقدرنا ان احنا نحسم البطوله، فالفرحه كانت مختلفه. غير ان هي فرحتي طبعا اول بطوله مع النادي الاهلي، يعني الموضوع كان مختلف تماما. صحيح، لسه هنرجع لها دي.